السلام عليكم اخواني واخواتي الطلبة، ان شاء الله هنكمل معاكم مسائل برنولي. مسألة رقم 375. المسألة بتقول لي air flows through the device shown in figure. عندنا device اهو زي اللي shown in figure ده. طبعا الديفايس ده عبارة عن بنشوري ميتر، بنشوري قطر كبير بعد كده قطر صغير بعد كده يرجع تاني قطر كبير. فالاير بقى بيمشي معانا ايه جوه الماسورة دي. if the flow rate is large enough the pressure within the contraction will be low enough to draw the water up. بيقول لو الفلو ريت كان large enough فبالتالي البريشر هيبقى small enough to draw the water up into the tube. determine the flow rate. قال لي هات الفلو ريت لو كان لو المية طلعت لحد هنا فقط. and the pressure needed at section 1. وشوف لي كمان البريشر الموجود في section 1 to draw the water into section 2 عشان توصل المية ايه تطلع فوق لحد ما تدخل فين في المسار الهواء. طبعا ده تطبيق من تطبيقات البنشوري، ان احنا عندنا قطر زي ما قلنا كبير كده اللي هو الخمسين ده، وعندنا قطر اصغر منه اللي هو 25 هنا. عندنا من اهم التطبيقات اللي فيها نفس الفينومينا وشكل نفس الشكل ده هو الكربراتير بتاع العربية. الكربراتير بتاع العربية بيبقى فيه الهواء ماشي كده، وبعد كده نروح نضيق الجزء ده سنة، فيحصل ان هو يسحب مين؟ يسحب الفيول زي ما المسألة دي بتسحب الووتر. فانت لو شايف كده هتلاقي ان ده الخزان بتاع الفيول، والهواء يروح ماشي كده. اول ما الهواء يمشي كده يعمل زي ما قلنا ايه نقطة ضغط صغير هنا، فالضغط الفاكيوم ده يروح يسحب مين؟ يسحب الايه الفيول اللي فوق. طبعا دي نفس الصورة، الاير اهو جاي من هنا والفيول بتسحب طبعا في الحتة اللي احنا ايه المقفولة. وده ايه دي بلفات بقى بتحكم انا محتاج كمية هواء قد ايه، او محتاج كمية ايه اقفل هنا ولا اقفل في المدخل. بالشكل ده نفس الحكاية، ده اللي هو الطربوش اللي هو الفلتر بتاع الهواء، والهواء بيروح داخل من هنا كده يجي عند الحتة دي، يبقى الضغط بتاعه صغير زي ما احنا قلنا لان السرعة بتزيد، فيروح يسحب الايه الفلو من الناحية دي. تعالى كده نحل المسألة بتاعتنا ونشوف. أول حاجة نبدأ نعملها هو إن احنا نرسم الستريم لاين. طيب هو حاطط لنا نقطة واحد وحاطط لنا نقطة اتنين، عندنا الفري جيت هنا فاحنا نحط نقطة تلاتة. طيب ايه المعلومات الموجودة عندنا؟ نقطة واحد احنا مش عارفين البريشر ولا عارفين السرعة. نقطة اتنين طبعا هو هنا في بريشر اهو نقدر نعمل معادلة برنولي. طيب فاحنا برضو مش عارفين البريشر ومش عارفين السرعة. طب نقطة تلاتة، لا البريشر عارفين واتموسفيرك، طب والسرعة ما نعرفهاش. طيب والزد، الزد بالنسبة للتلاتة بصفر، يبقى مجهولين مجهولين مجهول. طيب أبدأ الأول أطبق معادلات المانوميتر. أنا دلوقتي عايز أحدد الفلوريت، هو مديني الأقطار عندي هنا 50 عندي 25 وهنا 50، يبقى أي نقطة من دول أقدر أجيب عندها الـ V أقدر ساعتها أجيب الفلوريت. تمام. طيب طبقت معادلة المانوميتر فطلعت مين؟ هنا عندي الـ B 2 أهي، وبعد كده أنزل لتحت. طبعا ده اير، الجزء ده احنا هنهمله اللي فيه الاير ده، وبعد كده ننزل في المية، ننزل يبقى زائد جاما ووتر في 3 من 10 بيساوي مين؟ بيساوي الأتموسفير. طب الأتموسفير بزيرو، يبقى إذا البي 2 بكام؟ البي 2 بسالب جاما ووتر في 3 من 10 سالب 3800 في 3 من 10 بسالب ايه 2940، واحنا طبعا متوقعين ان هو لازم يطلع بايه؟ بالسالب فاكيوم. طيب يبقى انا كده جبت مين؟ جبت البريشر. عندي معادلة الكونتينيوتي ايكويشن تربط لي بين البي 2 والبي 3، اروح اعمل برنولي ايكويشن من 2 و3. البريشر معايا، الزد بتاع 2 اوكي، الزد بتاع 3 اوكي. طيب كده البريشر 3 ده اتموسفير، يبقى في 2 وفي 3، اقدر احط مين؟ اقدر احط الكونتينيوتي ايكويشن. طبعا الكيو المفروض بتساوي ايه؟ 2 في 2 بتساوي ايه 3 في 3. يبقى انا لو عوضت هنا عن الفي 2 بكيو على الاريا بتاعتها اقدر اعوض هنا الاريا بتاعتها اللي هي 25. طب والناحيه الثانيه اعوض كيو على الاريا بتاعتها عند 3، فبالتالي اقدر اطلع قيمه مين؟ قيمه كيو. الكيو طلعت معايا 0.0351. طيب يبقى انا طلعت اول حاجه اللي هو مين؟ الفلوريت المطلوب. طيب بعد كده بيقول لي هات لي ايه؟ هات لي البريشر عند
عند واحد اللي هيخلي المية تطلع عند اتنين. الفي تلاتة هي مين؟ الفي واحد. طبعا بما ان الاي تلاتة ده بخمسين والاي واحد ده مين؟ بخمسين، يبقى اذا الفي تلاتة هي الفي واحد. طيب الفي تلاتة هي الفي واحد، لو انا طبقت برنولي ايكويشن من واحد وتلاتة، ابص الاقي ان انا عندي في واحد على جاما، اوكي، في واحد تربيع على اتنين جي هي في تلاتة تربيع على اتنين جي، والزد هو الزد، يبقى اكيد في واحد على جاما دي هي البي اتموسفير على جاما، يبقى الواحد في واحد هو البي اتموسفير، يبقى اكيد الضغط عند واحد بيساوي الضغط ايه عند تلاتة اللي هو الاتموسفير. طيب لو حبيت ارسم الانرجي لاين والهيدروليك جريد لاين، هبص نقطة تلاتة هنا، عندي الزد بصفر وعندي البي بصفر، فايه الانرجي كلها هتساوي ايه؟ في تلاتة تربيع على اتنين جي، يبقى انا ممكن ارسم انرجي لاين هنا يبعد عن نقطة تلاتة ايه؟ في تلاتة تربيع على اتنين جي. طيب ونقطة واحد، نقطة واحد برضو الزد بتاعتها بصفر، والبي انا اثبتت ان هو بيساوي بي اتموسفير يعني بيساوي صفر، يبقى برضو عند واحد مفيش غير ايه؟ بي واحد تربيع على اتنين جي. طيب وعند اتنين، انا عارف عند اتنين السرعة اكبر طبعا، لان القطر زي ما قلنا صغر، فبالتالي السرعة ايه؟ هتبقى اكبر. طيب عارف ايه عند اتنين؟ ادي عند اتنين اهو البريشر ده زائد مين؟ البي تربيع على اتنين جي. طيب البريشر ده بيساوي ايه؟ البريشر ده بي على جاما، دي بتساوي من هنا ده قلنا سالب جاما في تلاتة من عشرة، يبقى البي اتنين على جاما بسالب تلاتة من عشرة، يبقى انا ممكن من نقطة اتنين انزل لتحت اهو كده سالب تلاتة من عشرة، يبقى هوصل لوش مين؟ لوش المية دي. لو احنا عندنا الضغط بالبوزيتيف بطلع بيه لفوق، لو احنا عندنا الضغط بالنيجاتيف بنزل بيه لتحت، يبقى انا نزلت كام؟ سالب تلاتة من عشرة. وبعد كده اروح اجمع عليه مين؟ يبقى دي الجزء ده اللي هو سالب تلاتة من عشرة، اجمع عليه في تربيع على اتنين جي، فلاقي نفسي بطلع تاني فوق للانرجي لاين. طبعا انا دي فيلوسيتي ودي فيلوسيتي ودي فيلوسيتي، اقدر ارسم هيدروليك جريد لاين يمشي معايا بالشكل ده كده. يبقى عندي تلاتة هنا ما فيش عندي طاقة غير في تلاتة تربيع على اتنين جي، وعند واحد ما فيش عندي غير في واحد تربيع على اتنين جي، بينما عندي اتنين في عندي ضغط نيجاتيف بي اتنين على جاما، وأبعد عندي في اتنين تربيع على اتنين جي سرعة كبيرة كده بالشكل ده، أطرح منها الضغط ده تديني بي تلاتة تربيع على اتنين جي.